شريف، قلت لي بدأت سينما، هتبدأ سينما ايه؟ بعد رمضان ان شاء الله هدخل اصور الفيلم، بيخلص كتابة دلوقتي، فيلم 2020 اللي انا بحضر له بقالي فترة، وان شاء الله بعد ما يخلص كتابة هندخل بعد رمضان بإذن الله. نهاية العالم فعلا؟ عن فكرة نهاية العمزلة ونهاية العالم في سنة 2020 هيبقى ايه الوضع يعني؟ فيلم على عالم افتراضي خيالي اسطوري يعني، اعتقد انه ممكن يبقى حاجة حلوة ان شاء الله. هيبقى اسطوري ولا كوميدي اكتر؟ لا كوميدي طبعا، بس انا قصدي ان هو في حاجة زي الاساطير يعني، هو بيتكلم في حاجة عالم يعني مزلو يعني، حاجة في عالم افتراضي راضي، فاعتقد يا رب يعجب الناس. كان في فيلم اجنبي برضو تقدم عن نهايه العالم ولا ده ملوش علاقه بده؟ لا في افلام كتير جدا اتعملت عن نهايه العالم، بس المهم انت بتتناوليها ازاي. زي ما في افلام كتير جدا اتعملت في الرجوع للماضي، بس المهم تتعمل ازاي، او طلوع المستقبل بس تتعمل ازاي. بدات تترشح كاست معاك؟ مش انا اللي هرشح، وانا هنرشح الاول مخرج، بعد المخرج هيترشح، هو اللي هيرشح الكاست ان شاء الله. فهو حاليا في مرحله الكتابه، وبعد ما يخلص كتابه هنبدا في ترشيح المخرج ثم الكاست. هم هتبقى معاك؟ اتمنى بس ما اعرفش، انا زي مش حابب افرض، انا ده هو المخرج هو اللي هيجي يمسك العمل. شاف ان رشحها في دور، اهلا وسهلا طبعا، يعني مبسوط بده. شاف حد تاني برضه هبقى مبسوط بده، ما عنديش مشكله يعني. يا ترى هتشارك في رمضان؟ لا ما لحقتش رمضان طبعا، رمضان كان اعماله قليله، وما كانش واحد يعني، لسه كان السوق بيختلف او في زي حاجات مختلفه كده، مسلسلات عددها اقل وبتاع، ما لحقتش رمضان ده. ان شاء الله رمضان اللي جاي. في عندك طقوس معينه في رمضان خاصه اول يوم هتقضيه فين؟ هقضي مع اهلي، دايما بقضي اول يوم مع اهلي واولادي ومراتي وعيلتي، وانت عارف رمضان ده الفرصه الوحيده اللي بنجتمع فيها مع اهالينا. ايه المسلسل اللي لازم تشوفه رمضان؟ النجم المفضل ليك في رمضان؟ عادل امام طبعا. عادل امام السنه دي مش موجود. معلش هستناه برضه، هتستناه اشوفه بعد رمضان.